ياه، السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من سلسلة التبادلات التجارية بمدينتنا، المدينة الجديدة اللي الناس بلشت تتفاعل معها، بلشت تحبها، بلشت تعطي آراء فيها، ويعني بلشت تعيش المدينة، تتحول من مدينة مجرد يعني تسلية لمدينة فيها شوية حماس، شوية تحديات، شوية أفكار غريبة جديدة. طبعا بشكر كل هالتعليقات بشكل عام، وبشكر كل الدعم، وبرجع بذكر انه يعني بفضل دعمكم بهالفيفوريت واللايك والشير. طبعا الشير هو اهم شيء، نحن عم نقدر نتقدم ونقدر نزيد من هالسلاسل هي وهالتوسع تبعنا. وبتذكر بهالمدينة نحن وصلنا لمجموعة من الشكل، يعني نال رضا كثير من الجمهور. طبعا صعب تاخذ رضا كل الجمهور، بس بتحاول قد ما فيك تعمل اللي عليك، والباقي بقى بتتركه على يعني. هلا عم حاول بس انا اتذكر واحنا وين وصلنا. تمام، ايه المي، بس هون عم بيقولوا لنا ما في مشكلة بالمي معباية، بيقولوا لنا واحدة ان المي قربت تخلص، بقى بنتركها ما في مشكلة. بعتقد اصلا هي خلص حشيلها هي مشان ما توجع لنا راسنا، لانه هيك على جنب. طيب هلا بالنسبه للمدينه وين وصلنا، لحنا كنت عم بقول بدني زبط المواصلات والكهرباء، في شويه حمار. ليش نزيد وحده كهرباء من هلا؟ بنزيد ولا يزعلوا حالهم، ها فورا، مع انه معباية يعني. بالنسبة للكهرباء هلا أمورنا تمام، مي تمام، هي المعتمدات الصحية تمام. هلا تذكرت القمامة اللي لسه ما عملنا فيها أي شيء. القمامة أنا كنت بدي أحطها هون، يعني أحسن شيء أحطها بهديك الزاوية. فيني أحطها هون، مش ما بدي زعل المدينة، ما بدنا نكون طماعين كتير، عنا كتير معامل، خلينا نروح شوي منهم. معلي شيء، لا 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 لا، بس هي بدي شيء. الحمد لله مجموعة كبيرة من المعامل، مشان هيك هي هاي بس بتاخد زاوية، لأنه عم بفكر في حراقات، مشان هيك بدنا أكيد حراقات، ما يصير لها أي شيء. نحط سيارات، بكير كثير على الحراقات، بس بعدين نحط هون وهون بهذا الشكل. طيب هاي خلصنا من القمامة، في عنا مبنى إعادة تصنيع، لا هذا بعد شوي. الحرائق تحسنت أمورنا، والمستشفى تحسنت أمورنا، الشرطة ما عملنا، بدنا نعمل شرطة، تعالوا نعمل شرطة. كنت أنا هون عم بقول بدي ساوي هالشغلات، ممكن هون يكون هيك عالزاوية الزاوية، هيك صار عنا شرطة. الدراسة شغالة ولا معباية ولا لا؟ لسه يعني، بتستحمل سيارة تانية مشان، أو باص تاني مشان يزيدوا العالم اللي عم يروح على المدرسة. ونشوف كل القرنة خضرة؟ لا هاي الجديدة عملناها لسه ما خضرناها. هيك بنكون خلصنا من موضوع الدراسة. هلا بتذكر بقى كنا عم نحكي على موضوعين، الحدائق والمواصلات. بالنسبة للمواصلات هاد ما معنا حقه، بقى نمشي الوقت بسرعة شوي، وخلينا نشوف هون شو الموضوع. هذا عم بيستخرج منيح، وهذا عم ببيع منيح، وهذا عم ببيع كمان شكله منيح، وهذا عم بيستخرج. قديش هذا فيه استخراج؟ بعتقد هذا بيستحمل وحدة كمان، وسيارة كمان بدي حقها 10. يلا هلا طقة وحدة من جيبها، يلا يلا تمام. هلا هيك زدنا من المصاري تبعنا شوي. في هون حريقة عم تتطفى، صحيح نتذكر موضوع الهجرة. والله منيح ما في هجرة نهائيا، غير هالبيت اللي انحرق هلا. طيب هلا الشي اللي بدي اياه الحريقة، خلص الحريقة صارت كأنه قالوا انه سلو الى اخره، بس الحريقة صارت صفر بالمدينة بشكل عام. طبعا موضوع الحريقة لانه بعرف بيصير حرائق كتير، حاعمل هون هلا بعد شوي واحد كبير تبع
اطفاء حريق، مركز اطفاء حريق هون ممكن نعمله مثلا، بما انه في واحد هون واحد جهة تانية. طيب وهذا ممكن يهده بالمستقبل اذا الحرائق صارت ممتازة. طيب هلا اللي بدي اياه بس المواصلات لسه صار فينا ولا لا؟ طب نترك المواصلات نروح على الحدائق قبل ونشتغل هون، نعمل شي حلو، الجمهور تبعنا بيحب الاشياء الجميلة. في شغلة مربعة كانت هي ما في شي حلو. طيب هاد اذا حطيناه هون او اذا حطيناه هون مثلا معقول، ممكن فكرة جميلة نحطه هيك بتعطي سعادة هائلة. وفينا نحط خط، هذا كيف بينزل؟ هاد نفس الشي، مربع الصغير، مربع الصغير حلو، ما بساعد طويل. طيب هون حط طويل او لا، ما بدي اسوي له اكتر من هيك، حارجع ضوي، ححط واحد طويل مرة تانية هون بهذا الشكل، وحط طويل واحد تاني، هاي المي ما عاد بدي اياها، وحط طويل واحد تاني هون بهذا الشكل. يلا يلا حط واحد هون، عنا هون المنطقة ما لها سعيدة أبدا، حط شي هيك بلوكي طويلة. نحط شي مربع هون، نحط مربع كمان هون بالنص، ما بيساع على النص ما بطلع حلو، نحط واحد على جنب واحد على الجنب التاني. يعني بهالطريقة نحنا وزعنا الخضار تبعنا بشكل جيد على ما أعتقد. استحمل الوحدة الصغيرة هون. وين كمان هون بالأخير، هون وبالأخير هون هيك، يعني وزعنا ما كله أخضر أخي قوي بس منيح، شغلات ظريفة كان هون. achievement have 50% low destiny high walls building in your city، انه 50% من المباني هاي ويلز، والله منيح. يعني نشرنا مجموعة كبيرة كتير من الحدائق بعتقد، ما بدنا أكتر من هيك بالوقت الحالي. كان المصاريف بكفي طبعا، بالنسبة للمصاريف صرنا معنا 169 ألف على ما يبدو، رقم جيد ما بيستهان فيه. بالنسبة للتعليم ماشي حاله، بدي اخلص بقى من موضوع تطوير الطرقات. فوق في شي مهجور، في هاد في شغلات مهجورة، شايفين مشاكل المعامل اللي بحكي عليها دائما، معناتها صار لازم هلأ بقى احط لهم تبع اطفاء كبير. هذا صغير، هاد اذا حطيناه هون بيروح على كل الزوايا. لا فيني اعمل خدعة انا، احطه هيك واحط وحدة هون هيك، هي تبع الهيز حطها لفوق هيك بشكل خلفي. ما عاد معنا مصاري، افلسنا. حط هاي كمان تبع الصيانة، يكفي اكتر من هيك ما عاد فينا، وهذا شعار الأطفاء القوي. مشي الوقت بسرعة مرة تانية، بالنسبة لمباني التريدينج وضعها ماشي لحاله، نروح على تطويرات التريدينج. هذا بقي لنا نبنيه، لسه بدنا واحدة، لسه بدنا كتير.
في عنا بهذا المبنى فينا نبني مثل هاي كيو وسملتينج، هدول شغلات قوية. اوه اعصار 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 يضرب مدينتنا عزيزي المشاهد الآن، اعصار بنصف المدينة مثل ما عم نشوف، وعم بيروح المدن عم روحهم انا بطريقها، والاعصار ماشي وما زالوا المدن عم تتدمر وعم تتطاير. يا الله ناخذ زاوية، شوف 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 المباني كيف عم بتطير وعم تتكسر الاشلاء وعم تطلع لفوق. شو المباني اللي كانت عندنا هون؟ هي كلها تجارية. يا ساتر يا ساتر، لسه ما خلص الاعصار، بكفي ما ياخذ هي، بس معه غالية. ديزاستر ديزاستر، شو الهي اللي راح يقع حديقة؟ مكلفة الاعصار جدا. شوفوا قديش اكل من المدينة، قديش راح سكان كمان. مشي الوقت بسرعة شوي، الاعصار تورنيدو تورنيدو، يعني مو انه اي تورنيدو. اعتقد هلا هون ما عاد يدل شيء، خلص فسحة كبيرة وانتهى الاعصار على خير وسلامة. طبعا دمر كتير شغلات بترجع بتجي، بس في هون حديقة تدمرت، خلينا نشوف بس محل ما تدمرت كيف بدنا نصلح التدمير هاي. هون هي كانت تمام هون. طيب هون نحن هلا صار لازم نطور المعامل، بس نطور طرقات قصدي للمعامل. بس عندي سؤال نسيانه، انا بدي حابب اشوفه، اللي احنا قد حاطين ضرائب حطيناها عالية والله. يلا خليها عالية، ما حدا عم بيترك الوقت الحالي. نشتري هالشوارع هاي نطورها. طبعا وقت تطور لهم دغري بيتطوروا، نحن بحاجة تطوير علمي. هلا هي فورا بنساوي بعد ما نخلص. يا سلام يا سلام، هيك بنكون خلصنا من تطوير هالشوارع بكل المدينة بعتقد. الا هذا يلا منطوره كمان، ويا سلام يلا عنا شغل كتير لسه، بس والله شكل المدينة بلش يحلو مع التطويرات هاي، الحدائق هاي. وشوف هون بلش يطلع شغلات مستوى ثالث، والله ممتاز ممتاز الحمد لله. هون شو بستحمل زيادة او لا؟ قبل ما ازيد بدي اروح على التعليم، حط لي معاهد، شوية معاهد. وين بدي احطها؟ بدي احطها هون او هون، يعني بجهتين ينفع، الجهة اليسارية احسن. هنعمل هيك وحنحط مبنى هون، ايوه هاد اللي بدي اياه. هيك كون عطيت سعادة للمعامل من جهتين. يا سلام. بالنسبة للتعليم طبعا وقت تحط تعليم للمعامل ما بيطلع شيء، لأنه هن ما في تعليم بالمعامل، التعليم بالمنازل بيكون بس. كله معلم كله معلم. طبعا نزيد الباصات. هاي الكولج ما فيها باصات، نسيت.
هلا هون فينا نزيد الباصات، بدنا كل الطلاب يتعلموا نحن بشكل عام. هلا حان وقت بقى الباصات، نعمل شركة بدنا نعمل شركة باصات محترمة. شو عم يطلبوا من العمال؟ طبعا ايه اكيد اخطر ما يكون انك تجيب عمال هيك مدن. طيب هلا نحن وين بدنا نشتغل بالطرقات؟ بس حابب زيد انا شوي هون، تلوث حيصير. فرجين الارض كيف صارت لسه. هلا ما تلوثت والله، والله شي ظريف. ما نحسدها حتتلوث يعني، بس انه الرياح رايحة على اليمين، فينا نستفيد من هالمنطقة. وحدائق، وينكن يا حدائق؟ بدنا شي هون هيك. هلا مين بده يسكن تحت يا ترى؟ معقول ينسكن بهالمنطقة التحتانية ولا لا؟ وبعدين نجرب بس تجريب. ما بياخذها للزاوية. طبعا ما بينبنى شيء اذا ما اخذ زاوية، يعني الارض كتير صغيرة. واحد بس بيسكن هون لحاله، مع انه شكله حلو يعني، بس ما بعرف اذا هون في اي فائدة من اي شيء. شوف بس اذا قصرناه بيمشي الحال. ما بيمشي، ما في فكرة، كانت مجرد فكرة وفشلت. هاي المنطقة بالخريطة ما حنقدر نستفيد منها بنشي بالوقت الحالي. طيب في عنا شي مهجور اكيد هون. شوف التعليم، بيهمني التعليم كتير مشان موضوع التك. 430 من 700، يعني بلشوا، يعني بلشوا يروحوا، ما تطوروا بس بلشوا يروحوا يتعلموا يعني بشكل عام. كهربا كيف؟ بدنا سيارات النيسان، فينا نحط جنب المعامل هون. يا سلام، منطقة بما انه ما لها اي داعي. المناطق اللي هيك تكون ميتة تماما حط فيها سيارات نيسان. خالصين من سيارات النيسان. وين ما بتحط سيارة النيسان بتصير سعادة لكل المدينة. فهي موضوع يعني حكينا عنه بسلسلاتنا كمان، ما له شي جديد، كله تمام. حتى الأموال ماشي حالها، يعني غير انه 4000 عم نبيع كتير شغلات. نروح على التطوير نشوف شو صار معنا. صحيح، في عنا الهيبقى. هلا السمالتينج شو هو؟ شو الرو اور هذا؟ بيخليك تساوي حديد. بهالطريقة الطريقة بتصير بتبيع شغلات اغلى. ممكن نعمل سمالتينج، بس وين بدنا نحط السمالتينج؟ بدنا نحط بعتقد هون.
أو ممكن بكل بساطة نحطه هون يعني بجانب هذا المبنى فورا، أحسن شيء. حيزعلوا هون؟ ما زعلوا والله، منيح. شو السمالتينج بده بقى؟ تاخد أور، وخلينا نسكره بس قبل ما ياخد، تاخد فحم وكول، يعني الشغلات اللي احنا بنطلعها بتعطيك محلها حديد. طيب فينا بدل هالقصة هاي، بدل الحديد فينا نعمل ألوي. الألوي شو بده؟ فينا الألوي بده نفس المواصفات بس إنه بيكلف أغلى مو أكتر. خلينا هاي تشتغل بالأول. فينا هيك أرمى ظريفة ولا ما كتير؟ تعال نشوفها، أنا مالي شايفها قبل. سمالتينج فاكتوري، يعني مبنى البتاع. طيب نمشي الوقت بسرعة. والله تعال نبلش نعمل شوية ميتال. وهون قديش بدنا؟ ثلاثة كذا. طيب هلا نحط واحدة هون. ايوه بدنا نحط فيها بقى شو اللي هلا بدنا نطلعه، اللي هو ميتال. ليكو هاي اثنين ميتال وواحدة صناديق وسيارات تجارية، وبدنا نصير نبيع الميتال. 31 سعره ظريف. عن هدول بيصيروا سعيدين أكتر بهالموضوع. شو عم تعطينا؟ work shortage metal building need workers. ايه ليش ما في workers؟ يلا معقول لأنه بدنا سكان أكتر. طيب بدنا نجيب لكم سكان يا شباب، شكله هون. بدكم تعذرونا يا محلات تجارية، بس بدنا عمال. هاي النقطة شو حبينا؟ كمان بعتقد هدول بدهم يعذرونا. هاي صار بدها بقى تطوير، نطورها فورا. هذا شو وضعه؟ عم بسحب فيه تلوث؟ لسه ما في تلوث. طيب بالنسبة للمدينة ماشية، القاذورات أو القمامة بحاجة نحن لسيارات قمامة أكتر. هلا أول شي مشان ما نغلط نحط حارقة. ما في مصاري، بنقرب بسرعة. يلا 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 يلا. بدنا قديش؟ 10,000. 25. شو أوضاع القروض؟ ونحن عم نستنى نشوف. قربوا يخلصوا القروض اللي علينا. وقت يخلص ولا بنصير بنطلع 3 قروض، لأنه علينا عم بياخذوا بنفس الوقت مصاري كثير. هاي حارقة وهي سيارة، ويلا بنجيب سيارة كمان. بتوسع هون. يا سلام يا سلام يا سلام، سلم. بكل بساطة هلا شو بنعمل؟ بنطول هذا الطريق شي بسيط، وحتى على الأخير ما عاد له داعي. بهالطريقة فينا نزيد من السيارات على هذا الخط. نرجع للمدينة تبعنا. كنا عم نحكي عن موضوع الحدائق، بتذكر انه الحدائق وضعهم تحسن كتير، زبطناه هون. هلا بدنا نحكي عن موضوع هون بس شو وركرز، ما بعرف بالضبط شو، يعني بضل بيغير القرار اللي بده اياه. اللي عم بحكي انا عليه بقى المواصلات. بدنا مبنى باص، هلا بدنا نصمت حقه، وبدنا نحط ترين.
هون ما حنبني مبنى الباص الصغير، عم فكر نروح دغري على الكبير. نحطه هون، او في شي نسياني نو. نيد وركرز، نيد وركرز، كله بده عمال. والله كمية العمال قليلة بالمدينة لأنه في معامل كتير. حاول أعمل هيك مثل تفكير سريع. يعني شبه ما في أماكن كتير تنحط فيها عمال. تعليم بشكل سريع، ممتاز، كتير طلاب عم يتعلموا. في شي قرنة ما فيها، كله تمام. طيب بنروح بقى هلا على المواصلات. أول شركة باصات شكل الإنجليزية، بحطها لهون لهون، يعني ما بتفرق، ممكن تكون عند لهون أحلى. نحط فيها باص زيادة، كمان باص زيادة، صار عنا مصاري كتير بفترة قليلة. شو أخبار المعمل هذا؟ عم بيعمل؟ والله عم بينتج. نحط له سيارة مبدئيا. نضل نبني حديد فيه ولا نروح على الألوي؟ الألوي حقه أكتر أكيد، بس بيكلف أكتر. والله فينا نروح عليه، شلون شكله؟ هيك شكله، هاي ألوي. هلا صار في عنا بناء ألوي كمان. ألوي ما بعرف شو ترجمته بالعربي بشكل جدا صحيح، هو يمكن يكون ألمنيوم أو شيء مثل الألمنيوم أو شيء مثل المخاريط الحديدية، يعني اللي بتستعمل بالبناء، هدول اللي بيجوا عواميد هيك حديدية، ممكن هيك قصدهم فيها، ما بعرف. نحط بقى باصات مشان العمال ما يتعبوا المشوير تبعهم. كمل، نحط ونحط. هون وهون، هنا وهناك. هاي كل الأماكن فيها، هذا كله بدنا نحتاج له لأنه. طيب بعتقد الباصات ممتازة وخضراء كمان. وآخر شغلة هاي سيارات الباصات بقى الصغيرة، فينا نحط منطقة. هو هاد صاير مثل كراج صغير، منطقة صغيرة العالم بتصب سياراتها بقلبها وبتركب باص، يعني هي الفكرة منها. فينا نساويها بكذا مكان، ممكن يكون يفيد المعامل، قريب من مدخل المدينة مثلا. مثلا بس لا، على المدخل، على المدخل ما حلو. والله ممكن على المدخل تكون فكرة ظريفة، أول ما الواحد يفوت يفوت سيارته ويضل ماشي، ما حتعمل ازدحام كتير. وبس، ما بدي أكتر من هيك. طيب بالنسبة للأرض طبعا بده عمال أكيد، نحاول نخفف شوي من الزرع. المشكلة ما فينا نقرب لهذا الخط، لأنه متى ما قربنا عليه هذا المفروض يساوي تلوث، ما عمل لهلا، غريب يعني. يمكن احنا كتير سريعين باللعبة. تعال نشوف خط اذا ضفناه لوين بوصل. طيب استحمل خط اخير. هذا شو؟ كلينيك، عيادة. وهون بناء راقي بده يروح. طيب مشان هيك احنا بنعمل بهالطريقة هاي، ناخد طريق من هون. لا، بديها يكون على القد، هيك يعني. اذا اخدناه من هون معناته هو تقريبا
من هون، لأنه على ضربة ال شو البلدينج اللي هون مرسوم. هات شو، ما فهمت. قال لي ما فيك ترسم على مبنى موجود. وين المبنى؟ حدا شايف مبنى؟ ما علينا، عملنا هالشكل هاد، ومن ثم بس عم بجرب هون تجريب لشوف شلون بيطلع. لا السبب لا، لأنه بيروح البراش. بس عم فكر ما في شي. بيطلع حلو بهالتفكير هاد يا ترى. ها غريب غريب غريب. بدنا هون أزرق، بدنا كله نقيمه. هاد الأزرق اللي هون بقى خلاص، باي باي، كله عمال بقى. هنقول باي باي لكل اللي شاركوا معنا بالبداية بهالمنطقة. ما عاد فينا نستقبلهم أكتر من هيك، يعني الشكل تغير كتير. طبعا قبل ما نخلص نوقف سرعة شوي. شو تطوير؟ نعمل تطوير، ما في مشكلة. اللي بدنا نعمله بشكل سريع هو النيتشر، الخضار والشجر. ونبلش نعبي خضار بهالشكل هاد. يعني هو خضار بس بشكل هيك، مع انه صار معنا 250,000 ونحن عم نفكر بس شو بدنا نساوي. اموال معنا صارت كتيرة وما شاء الله، عشان هيك ما في مشكلة انه نتبعزق شوي. بعتقد شكل صار غريب، لمدينة غريبة، مدينة صناعية استيراد وتصديرية. يعني ما بعرف شو رأيكم أعزائي المشاهدين. بعتقد إنه الصورة بتحكي عن نفسها. بعتقد إنه هالمدينة كمان يمكن نقدر نشارك فيها إن شاء الله بالإي سبورت إذا كملت ضليت على هالمستوى هاد. أنا مبسوط وراضيان عنها كل الرضا. بتمنى انكم تكونوا استمتعتوا، وبرجع بذكر بأهمية نشركم للمقاطع هاي عن طريق فيسبوك وتويتر ويوتيوب وكل الطرق اللي فيكم، حتى لو باللسان، بالمدرسة، بالعمل، بالجامعة، بالحي، اي مكان تقدروا تساووا قولوا لأي حدا بتحبوه بيعز عليكم. اكتب على اليوتيوب واحد جنجن واحد بالانجليزي طبعا، وكبس زر البحث وبتطلع لك القناة. بشوفكم بحلقات جاي ان شاء الله اعزائي المشاهدين. وما تنسوا اذا كنتوا جداد غير انه تعملوا سبسكرايب، شغلة كتير يعني بتزعل، لانه بعض الاحيان انه تتابعوا السلسلة التانية او السلاسل التانية ما لها قديمة. يعني ما في عنا السلاسل القديمة التانية، ما صار لها شهر، يعني ما عدت شهر تقريبا، حوالي الشهر بقى، كتير كلياتهم جداد. بنصحكم تشوفوهم لانه حتستمتعوا فيهم كتير. بشوفكم بحلقات جاي ان شاء الله، ومع السلامة.